يعطيكم العافية ثالث، وإن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عنا إعادة لجدول الستة زائد السبعة. طبعا أنا كاتب لكم جدول الستة وجدول السبعة، وفي عنا كم سؤال عنا. طيب، 1 ضرب 6 وتساوي 6، 2 ضرب 6 الستة مرتين وتساوي 12، 3 ضرب 6 18، 4 ضرب 6 24، 5 ضرب 6 30، 6 ضرب 6 36، 7 ضرب 6 42، و8 ضرب 6 48. كل مرة أنا بزيد 7. 9 زائد 6 54، و10 ضرب 6 وتساوي 60. أما بالنسبة لجدول السبعة، 1 ضرب 7 7، 2 ضرب 7 14، 3 ضرب 7 السبعة 3 مرات 21، 4 ضرب 7 28، 5 ضرب 7 35، 6 ضرب 7 42، 7 ضرب 7 49، 8 ضرب 7 56، 9 ضرب 7 63، و10 ضرب 7 وتساوي 70. تمام. رتب وائل المقاعد في مسرح مدرسته. نشوف هذا السؤال. رتب وائل المقاعد في مسرح مدرسته في 6 صفوف، في كل منها 9 مقاعد. ما عدد المقاعد في المسرح؟ خلينا نشوف. وائل رتب في عنا مسرح لمدرسته، رتب 6، طبعا بده يحط كل 6 صفوف 9 مقاعد. 6 ضرب 9، 6 ضرب 9 يا ثالث كم؟ هيها معانا 54. تمام، 54 مقعد بطلع معانا في المسرح. أجد ناتج ما يلي. مثل لما أجيب لك زي هيك، أنت لازم تكون حافظ جداول الضرب. طبعا جداول الضرب ما راح يكونوا زي هيك بالامتحان، فبدك تكون حافظهم. 3 ضرب 6، 3 ضرب 6 18، 5 ضرب 7 35. تمام، 5 ضرب 6 أو 6 اللي هي نفسها يمس 6 ضرب 5 وتساوي 30، 7 ضرب 6 وتساوي، طبعا يمس 7 ضرب 6 أو 6 ضرب 7 نفس الناتج 42. تمام، هسا في عنا آخر سؤالين. 10 ضرب 6 60، و10 ضرب 7 70. يعطيكم ألف عافية يا مس، وما تنسوا تحفظوا جداول الضرب، والسلام عليكم ورحمة الله.